بالكلمة الافتتاحية أعطانا يعني جرعة من أهمية هذا الموضوع محوريك موضوع الطاقة ومحوريك موضوع الاستدامة في الموارد الطبيعية في التنمية المستدامة. معالي الوزير، ممكن تحكي لنا عن ما هي أهم عناصر الاستراتيجيات اللي تبعتها المغرب في يعني في تحقيق التنمية المستدامة؟ احنا نعرف انه عملتوا استراتيجية للاقتصاد الأخضر، استراتيجية للطاقة المتجددة، استراتيجية لبناء أو خلق وظائف خضراء. كيف المغرب يعني عمله لإنشاء هذه وتبنيها كخيار استراتيجي للدولة وليس كجارب بايلوت بروجي بيلوت لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. طبعا في هذا الوقت الوجيز الذي أتيح لنا سنحاول ما أمكن أن نعطي عناوين تجربة عربية، هي واحدة من التجارب العربية أعتقد التي يجب كل التجارب العربية الآن هي تحت المجهر، أعتقد من خلال إسكو ومن خلال الجامعة العربية ومن خلال يعني الاستعراضات التجارب العربية كانت متنوعة ويمكن أن نستفيد منها. طبعا أبدأ أن سأحاول في سبع دقائق أو عشر دقائق كما قلتم أن أعطي رأيي في هذا الرأي ثم أيضا تجربة. أنا لست متشائما ما تابعت البارحة كل المحاضرات إلا يعني، فدعوني أقول يجب أن يكون عندنا شوية تفاؤل يعني، وإلا لو بنينا على الصورة السوداء التي أعطيت لانقرض العالم العربي منذ زمن. العالم العربي يتعرض لضربات قوية وكبيرة ومع ذلك وصامد، هذه من المعجزات في الحقيقة. إذا كانت هناك معجزة في الكون اليوم هي معجزة صمود العالم العربي أمام كل الحروب التي يتعرض يعني لها وكل المحن التي يتعرض لها سواء على المستوى القطري أو بين الدول العربية. ولكن أعتقد بمعنى أن عندنا شروط الصمود وشروط الحياة المتوفرة في المنطقة العربية، ولا سيما أنه اليوم هناك يعني رؤية يعني استراتيجيات ومخططات، هناك أيضا استفادة من المعاناة في لبنان نموذج، ونتمنى أن يكون هناك في الإسو هو كيف نستفيد من الأزمات وأن تعطى نماذج بعض الدول التي استفادت من الأزمات واستطاعت من هذه الأزمات أن تضع واحد سياق معين. يعني لبنان الآن تضع عن نوع من التوازن استفادة من الأزمة التي مروا بها، وأتمنى إن شاء الله أن لا ترجع إلى الأبد، وأكيد إن شاء الله إخواننا في سوريا وإخواننا في العراق وإخواننا أيضا في أكثر من دولة عربية أن يخرجوا إن شاء الله من هذه الأزمات ومن هذه المحن. وأنا أعتقد في عمر الشعوب يعني بضعة سنوات أو حتى أكثر من الزمن، يعني نحن نتحدث عن أجيال ونتحدث عن حضارة عربية متزاوجة. ثم أيضا لا ننسى بأن العالم العربي سوق كبير جدا، وبالتالي العالم كله يريد أن يتعامل مع العربي. مجال الطاقة والتنمية المستدامة السوق العربي من أكثر الأسواق نموا يعني، ولذلك فقط نحتاج إلى أن نختار الحلول وليس التقنيات كما أشرت البارحة. نحن نحتاج إلى الحلول وليس إلى التقنيات، لأن التقنيات متاحة. هناك كما قلت خطط نوعية شمولية وقطاعية، هناك نجاحات معتبرة. يعني أنا أتمنى إن شاء الله أن يكون هناك مصر العربي الجامع مع الإسكوا أن يعرض على الأجيال المقبلة حتى نخلق هذا التفاؤل ما هي النجاحات المعتبرة في الطاقات في الاقتصاد الأخضر في تدبير المياه. نتحدث عن ندرة المياه، لكن التكنولوجيا الآن متاحة أن أخذ مياه من البحر بأقل كلفة، ولا سيما التكنولوجيا بمعنى حتى لو كانت فيها ندرة على مستوى التراب هي موجودة على مستوى البحر يمكن أن نستفيد منها، وقد هناك تجارب ناجحة. هناك نخبة جديدة في العالم العربي، هذه النخبة الحمد لله المحترمة التي تحضر في هذا المؤتمر من أصحاب القرار من البرلمانيين من المجتمع المدني من الشباب من النساء من السياسيين من النساء ورجال الأعمال. هذه النخبة فقط تحتاج إلى أن يكون منسوب ثقة بين هذه النخبة كبير جدا، هذا منسوب ثقة بناء على الديمقراطية على الحرية على التوافق فيما بيننا. المهم أن ليس من يحكم، ولكن المهم أن نحكم بما يستجيب لتطلعات شعوبنا. كان في السابق نتصارع حول من يحكم، اليوم نحن نتنافس حول قيم الحكم وليس حول من يحكم. هناك فرق كبير جدا بين ليس المهم أن تكون أشخاصنا في الحكم، ولكن المهم أن تكون قيم الحكم والتدبير هي الحكامة هي العدل هي التوزيع العادل
هي كرامه المواطن، هي تنمية المستدامه. اعتقد انتقلنا الى ثقافه قيم الحكم وليس اشخاص الحكم، اعتقد هذا شيء جيد. وكما قلت التكنولوجيا متاحه الان، يمكن ان نحصل عليها في اطار شراكات، والحلول متاحه في اطار شراكات. بالنسبه للمغرب بايجاز، قبل ان اصل الى اقرار استراتيجيه لابد ان اذكر بعناوين ماذا حصل في عقود من الزمن. اذكر فقط ان الحسن الثاني رحمه الله عليه، والذي له جائزه المال يعني في بدايات الستينات، لما طرح فكره قضيه المياه كانت عنده نظره مستقبليه، وانا ذاك المغرب لم يكن يعاني من الماء، لكن من خلال ما يقع من تحول في العالم في الستينات اقر سياسه مائيه لبناء السدود. ولذلك اذكر كيف كانت المعارضه وكيف كان النقاش وسنفرق في اموالنا، والمغرب الحمد لله عنده امطار لماذا التفكير. لكن اتضح بعد عقود من الزمن ان سياسه السدود والسياسه المائيه التي سلكها الحسن الثاني والحكومات انذاك هي التي انقذت المغرب الان من كثير من المشاكل، وجعلت الفلاحه المغربيه اليوم يعني فلاحه متميزه، بل استجابت للطلب المتزايد على الماء. ثم كانت عندنا تجربه فتح الغابات، حمايه الغابات، تجربه قديمه ومحاربه التصحر، وعندنا اداره متخصصه في المناطق الرطبه وفي الغابات منذ عقود من الزمن، هي اداره مستقله لها ميزانيه لها يعني خطط عمل يعني تشتغل منذ عقود من الزمن يعني بالنسبه لبلادنا. هناك قبل سنوات احدثنا اداره خاصه سميناها الوكاله الوطنيه للواحات يعني، وهذه تشتغل على حمايه الواحات، واكتشفنا بان في الدول العربيه اكبر دوله عربيه فيها عدد الواحات هي المغرب يعني، وليس في منطقه اخرى كما كان يتصور. عندنا يعني اقول مئات الواحات، فاحدثنا لها وكاله لحمايتها، ليس فقط لحمايتها ولكن لتنميه الواحات. الواحات مصدر اقتصادي، مجال اقتصادي واجتماعي وسياحي وصحي متميز، وفيه برنامج متكامل في هذا. قبل 10 سنوات اطلقنا المخطط الاخضر او المغرب الاخضر للفلاحه، بمناسبه كثير من الاخوان هنا حضروا، هنا الدائره يعني معرض دولي كبير يحضرونه يعني اقول لكم عشرات الالاف ومئات الالاف من المغاربه وخارج المغرب يعني هذا حق. ومخطط لمده 10 عقود ما يسمى بالمخطط الاخضر، انتقلنا من فلاحه بسيطه الى فلاحه مصدره اليوم بشكل كبير جدا، ساهمنا في الفلاحه المتوسطه والاجتماعيه الى غير ذلك. اطلقنا يعني منذ 20 سنه يعني حتى يكون هناك ما يسمى بالتنميه انكلوزيف ديفلوبمنت، اطلقنا مشروع كبير للعالم القاري خاصه الكهرباء والمياه. في 20 سنه راجعنا من بعيد كما يقال الفرنسي او يقولون دلوان، من 18% الذين يحصلون على الكهرباء اليوم نحن 99.95% في الكهرباء، 96% في الماء حتى في الريف وفي الجبال. بقيت لنا في 7 سنوات ان شاء الله سنصل الى 100% من المناطق صعبه، وسننتقل الى مستوى متقدم معنا. ولذلك انا اقول بالنسبه للمغرب عندنا 24 ساعه 24 الماء 24 الى 24 ساعه الكهرباء 7 ايام، قل ما يقع انقطاع الا في بعض المناطق نظرا لانها يعني فرشة مائية، والحمد لله وجدنا لها حلول الآن وتجاوزنا. أطلقنا منذ 2005 ما يسمى بالمخطط الذي أطلقه صاحب الجلالة، المخطط الوطني للتنمية البشرية، المقصود منها أن يستفيد الجميع من عائد التنمية لمواجهة الإقصاء ومواجهة التهميش، وتهم العالم القاري، فيها الكهرباء، فيها الصحة، فيها التعليم. وكل سنة يقع تقييم، وكل سنة يشرف جلالة الملك شخصيا على تقييم هذه التنمية البشرية وإطلاق مشاريع جديدة. ثم بعد ذلك جاء بنطاق التنمية المستدامة التي تحدث عنه أخي البرلماني. بالمناسبة قائد البرلمان، نحن خارج المغرب المعارضة والحكومة سياد ندافع عن المغرب، لا نختلف كثيرا. داخل المغرب اليوم أسود عندما تذهب إلى البرلمان للمساءلة. فهذا اتفقنا عليه منذ زمان. يعني احنا ما فخارج البلد قلما تجد معارضه وحكومه، تجد مغرب يتكلم مع اختلافات بسيطه داخل المغرب فعلا. انا عندي سؤال هو الاثنين وفكر فيه 1000 مره يعني عند راسي الى البرلمان. فداخل المغرب الحمد لله هناك تنافس يعني حتى مع الاغلبيه، حتى مع الموالاه كما قال في المشرق، يعني يجب ان تعد نفسك جيدا حتى مع الموالاه. هم يقصون عليك اكثر من المعارضه، لكن خارج المغرب يقع عنه لان ندافع عن البلد، فلا يمكن نقول ننشر غسيلنا يعني للعالم، ممكن ان نقول بعض الانتقادات ولكن غسيلنا يبقى في البيت، وهذا اتمنى ان تستفيد منه الموالاه والمعارضه في المنطقه العربيه. ثم ايضا اطلق النطاق التنميه المستدامه الذي تحدث عنه الاستاذ، ثم الطاقات المتجدده التي اطلقها صاحب الجلاله في 2009، وبالمناسبه يمكن ان اقول لكم بانه موضوع الطاقه المتجدده هو الموضوع الذي راسه جلاله الملك.
يعني استدعيت البارحة إلى لقاء سيكون بعد يومين سيرأسه جلالة الملك حول تقدم الطاقة المتجددة. لماذا أطلقت هذا؟ أقول لكم هذا مسار تنمية المستدامة كان موجود لكن لم تجد المنظومة الدولية انسجمنا معها ووقع عملية التكليف مع المنظومة الدولية وعندنا الآن استراتيجية وقع للتنمية المستدامة، عندنا الهيئة العليا ترأسها رئيس الحكومة، هناك هيئة تقنية ترأسها إدارة التنمية المستدامة ووزارة، هناك هيئات قطاعية، هناك عقود برامج مع القطاعات ومع المستوى المحلي مع الجهات، هناك مؤشرات، هناك استعراضات نقوم بها، هناك محاسبة دائمة. بالمناسبة عندنا في الدستور أن رئيس الحكومة يحاسب كل شهر في البرلمان حول السياسات العمومية، كل شهر يأتي إلى البرلمان مرة عن الفقر، مرة عن المرأة، مرة عن الشباب المعاقين، حول الفلاحة، حول المياه، حول الطاقة، حول المعادن، كل مرة شهر هناك يعني حول السياسات العمومية كلها مرتبطة بالتنمية المستدامة. في مجال الطاقة بإيجاز وأعتذر أنه من الآن أطلقت مشروع الطاقة في 2009 الوقت لا يسمح، لكن عنوانها ماذا؟ كيف ننتج جزء من الطاقة التي نحتاجها؟ نحن نستورد 93% من حاجاتنا الطاقية. تقريبا سنويا الفاتورة الطاقية 5-6 بليون دولار، مليار دولار. فإذا لابد أن ننتج جزء منها من خلال الطاقة المتجددة، والحمد لله قررنا 42% 2020، 52% 2030. حجم الاستثمارات من الآن إلى 2030 سيصل إلى 40 مليار دولار، حجم الاستثمارات 75% في 30 مليار دولار ستكون في الطاقات المتجددة مع القطاع الخاص بطبيعة الحال، لأن احنا عندنا منظومة لتشجيع القطاع الخاص، ليس كل شيء يمكن أن تقوم به الدولة، أشياء كثيرة بالتنمية المستدامة يمكن أن تقوم بها القطاع الخاص. أجيب على موضوع التمويل، صدقوني لو أن هناك مناخ الأعمال بزنس كلايم، هناك قوانين، هناك انسنتيف، هناك رؤية، صدقوني يمكن أن نقوم بالتنمية المستدامة من خلال تمويلات دولية كبيرة ومن خلال القطاع الخاص. شكرا لأن الوقت لا يسمح لي أن أجيب على الأسئلة.